بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن المحاضرة الأخيرة، وهي تتحدث عن الجينس الأخير من تربة التريسي اللي هو السلمونيلا. إحنا ذكرنا في المحاضرة السابقة عن جينرا أخرى، لكن كان الحديث بشكل أساسي عن الشيجيلا. اليوم إن شاء الله هنتحدث عن السلمونيلا. بيقول لي السلمونيلا are often pathogenic for human and animals when acquired by oral route. السلمونيلا ما يميزها أنه هي تصيب الإنسان بالأورال فيكال روت، الطعام والشراب الملوث، وهي تتشابه مع الشيجيلا في بعض الأمور وتختلف معها في بعض الأمور. بيقول لي هنا they are transmitted from animal and animal products to human. بتنتقل الإنسان من الأنيمال نفسها أو الأنيمال برودكتس to humans. Where they cause foul typhoid. Systemic infection, enteric fever. هذه الأمراض اللي هي بتسببها السلمونيلا، اللي هو التيفود الطيور وسيستميك انفكشن للإنسان، والإنتريك فيفر برضو عند الإنسان. السترينز أو السبيشيز اللي إلها أهمية طبية اللي هم التسعة اللي أمامنا هدول: سلمونيلا تايفي اللي بتسبب التيفود باسيلاي، والبارا تايفي اي بارا تيفود فيفر، وسلمونيلا بارا تيفود بي بدوس بارا تيفود بارتو فيفر، وسلمونيلا بارا تايفي اللي هي بتسبب بكتيريميا وما فيش انتستينال انفولفد، ما بتعملش مشاكل في الانتستينز لكن هي ممكن تسبب بكتيريميا. تايفي نوريا فود بويزنينج، سلمونيلا انترايتس برضو فود بويزنينج، سلمونيلا كوليرا سويس اللي بتسبب هوك كوليرا باسيلوس، سلمونيلا كولورا اللي هي وايد دايريا ان تشيلدرن، وسلمونيلا جالينارا واللي بتعمل فول تايفود باسيلوس عند الطيور. هذه التسع انواع من السبيشيز اللي تابعه للسلمونيلا او للجينس سلمونيلا اللي لها اهميه طبيه سواء للإنسان أو الحيوان. طبعا الحيوان هي بسبب خسائر اقتصادية لدى الإنسان. بالنسبة للمورفولوجي والأيدنتيفيكيشن، سلمونيلا فاري إن لينث، طولها مش واحد، مختلفة حسب السترينز. أول أيزوليتس آر موتايل، طبعا إلا موتايل ليش؟ لأنه لديها الفلاجيلا. الفلاجيلا بتكون على شكل بريتريكاس فلاجيلا محيطة بالخلية البكتيرية من جميع الجهات، ما عدا سلمونيلا كولورا والسلمونيلا جالينيرا. السلمونيلا grow readily on simple media where they form acid and sometimes gas from glucose. They usually produce H2S، وهذه من الأشياء الهامة في التفريق ما بينها وبين الشيجيلا، غاز H2S هيدروجين بيروكسيد. They survive freezing in water for long periods، لأنه يعني بعض السترينز لها علاقة أو سبيشيز لها علاقة بالفود بويزنينج، فلازم تكون عارف إنه أنت عملية الفريزنج للطعام مش بالضرورة أنها تقضي على السلمونيلا، وبالتالي لو كان الطعام أو اللحوم مثلا مصابة اللحوم بهذه السلمونيلا وأنت عملت لها فريزنج لمدة طويلة، ممكن تكون حاطط انت في عين الاعتبار انه مش بالضروره الفريزنج فور لونج بيريود انه يقضي على السلمونيلا. بالنسبه للكلاسيفيكيشن، بقول لي ذا ممبرز اوف ذا جينس سلمونيلا وير اوريجينالي كلاسيفايد اون ذا بيسس اوف ابيديميولوجي هوست رينج بايو كيميكال رياكشن اند ستراكشر اوف او اتش اند في اي اذا هو موجود انتيجينز. الكلاسيفيكيشن للجينس ممكن يكون على هوا الابيديميولوجي والهوست رينج والبايوكيميكال رياكشنز والاستراكشر للانتيجين او اتش والفي اي. الفي اي اللي هو فيرولنت انتيجين اللي هو له علاقه بالكبسولار انتيجين. الفيرولنت انتيجين عشان هو يعني ما مرش معنا قبل هيك، الاو مر معنا والاتش مر معنا. الاتش زي ما احنا عارفين له علاقه بالفلاجيلا، والاو اللي هو السوماتيك انتيجين.
الفي اي انتيجين از هايلي اميونوجينيك. واحنا قلنا ايش يعني هايلي اميونوجينيك؟ هايلي اميونوجينيك يعني معناته الانتيجين هذا اذا دخل الى جسم الانسان فعنده قدره قويه انه يعمل استفزاز لجهاز المناعه ويكون في رد فعل مناعه قوي، لانه الانتيجينز زي ما احنا عارفين مش كل الانواع الانتيجينز لها نفس القدره على استفزاز جهاز المناعه وتحفيز جهاز المناعه. وبالتالي تصنيف الفيرولنت انتيجين اللي احنا بنتكلم عنه هو هايلي اميونوجينيك. هايلي اميونوجينيك يعني انه هذا الانتيجين اذا دخل الى جسم الانسان سواء عن خلال البكتيريا نفسها او بصوره نقيه حيتم تحفيز جهاز المناعه بشكل قوي، وجهاز المناعه يتصرف بشكل قوي يعني حيال ذلك. And has been used for the formulation of one of the currently available vaccines against typhoid. تم استخدامه من ضمن الاستخدامات اللي هي ممكن نستخدم كفاكسين ضد التايفويد. هذا طبعا للناس اللي هم بيسافروا على مناطق موبوءه بالسلمونيلا، خصوصا المناطق المهمشه وما فيش فيها بنيه تحتيه قويه، فبكون الناس اللي في المناطق هذه عرضه للاصابه بهذا التايفويد. لكن الاكثر عرضه اللي هم الناس اللي جاءوا من مناطق يعني ما فيش فيها التايفويد، يعني بنيه تحتيه سليمه، فبكون اجسامهم مهيئه للاصابه بالتايفويد فيفر اكثر من الناس المقيمين. سالمونيلا طايفي اللي هي اتيولوجيك ايجنت اوف تايفويد فيفر، التايفويد فيفر بتسببها السالمونيلا طايفي زي ما مر معنا في الشريحه السابقه. بروديوس في اي كبسول كبسولار انتيجين، السالمونيلا طايفي بتنتج الفيرولنس كبسولار انتيجين، وزي ما حكينا بنستخدمها عشان هي تعمل فاكسينز ضد التايفويد، لانه هي الفيرولنس فاكتور اللي بتحدث عنه هو absent in Salmonella typhi murine. There are more than 2500 serotypes of Salmonella. Serotypes of Salmonella كجينس في عندي 2500 serotypes، يعني ممكن انك انت تصنفها بناء على الانتيجين presentation الى 2500 نوع. More than three serotypes of Salmonella that cause enteric fever can be identified in the clinical laboratory by biochemical and surgical tests. الناس اللي عندها typhoid fever او enteric fever وانت بتعرف ايش المسبب لها، تستطيع انك انت في المختبر انك انت يعني تشخصها بالبيوكيميكال تيست والسيرجيكال تيست. The most three important are the follows: السالمونيلا بارا تايفي A والسالمونيلا بارا تايفي B والسالمونيلا تايفي C سيرو برود D. الباثوجينيسيتي طبعا هنا الموست ثري امبورتنت ار از فولوز، اللي هي الثلاث انواع دول اللي هم اكثر شيوعا بالنسبه اللي بتعمل تايفويد فيفر، وتم تصنيفهم سيرو جروب A وسيرو جروب B وسيرو جروب D. طيب الباثوجينيسيتي، الفاست ماجوريتي اوف سالمونيلا هاوفر ار chiefly pathogenic in animals that constitute the reservoir for human infection. الغالبية العظمى من السالمونيلا اللي بتعمل مشاكل لدى الإنسان بيكون الحيوان اللي هو مصاحب للإنسان في معيشته هو يعتبر reservoir، هو مخزون للهيومن انفكشن، يعني هو البكتيريا بتكون موجودة عند الحيوانات ومنها تنتقل الإنسان، قلنا بواسطة الأنيمالز بشكل مباشر أو بواسطة التعامل مع أنيمال برودكتس زي البولتري، البيكس، الرودنت، الكاتل، البيتس، الأنيمالز اللي هي اللي ذكرناهم اللي موجودة مصاحبة للإنسان في معيشته ممكن يكونوا هم ريزرفوير للسالمونيلا ويعملوا له مشاكل. الأورجانيزمز almost always enter via the oral route usually with contaminated food or drink. قلنا الكلام هذا احنا انه السالمونيلا تنتقل الانسان بالفيكال اورال روت، وطبعا يعني المقصود فيها بالدرينك او بالفود المنوث.
المين انفكتيف دوز للسالمونيلا من 105 ل 108، وحكينا اللي هو الليثال او انفكتشوس دوز الاي دي انفكتشوس دوز للسالمونيلا 105 الى 108. طبعا يعني هذا الميكروب فيرولنت لانه الرقم هذا مش عالي كثير، وبالتالي هذا الرقم منخفض ممكن يسبب امراض، معناته الميكروب هذا ميكروب عنيف وفيرولنت. اذا لما بفوت الميكروب الى جسم الانسان، ما حكينا عن طريق الفيكال اورال رود، بيكون طبعا عن طريق القناه الهضميه، الامور ما بتكونش ميسره للسالمونيلا في داخل القناه الهضميه، بتواجهوا الجاستريك اسيديتي والنورمال انتستين المايكروبيال فلورا، الكائنات او المايكروبيال فلورا النورمال فلورا الموجوده في الامعاء اللي موجوده بشكل طبيعي برضه بتقاوم الوجود وبتحد من نشاط وتكاثر الميكروب. واللوكال انتستينال اميونيتي اللي هو المناعه المحليه اللي موجوده في الامعاء زي انتاج الاي جي اي. السالمونيلا برودوس 3 مين تايبس اوف ديزيز ان هيومن بات ميكست فورمز ار فريكونت. السالمونيلا بتعمل اساسا ثلاث انواع اللي انا حنذكرهم من الديزيزز للهيومن، لكن ممكن يكون بعض السبيشيز بتعمل ميكس، يعني النوع الواحد يعمل اكثر من مرض من الامراض اللي حنذكرها الان. النوع الاولاني اللي هو الانتريك فيفر او بنسميه تايفويد فيفر، الانتريك فيفر او التايفويد. طبعا انتريك ما هي جايه من الشيء اللي علاقه بالقناه الهضميه، انتريك فيفر او تايفويد فيفر. المسبب الرئيسي اللي هو سالمونيلا تايفي اللي هي بتسبب تايفويد فيفر is the most important but other can cause، هي المتهم الاساسي والمسبب الرئيسي للتايفويد فيفر اللي هي السالمونيلا تايفي، لكن بعض السبيشيز الاخرى ممكن انها تسبب التايفويد فيفر. عشان هيك انت ممكن تستخدم البايوكيميكال تيست والسيروجيكال تيست للتشخيص الميكروب اللي سبب هذا الفيفر. انجست سالمونيلا ريش سمول انتستين فروم ويتش دي انتر الليمفاتيك اند ذن بلاد ستريم. مسارها في الباثوجينيسيتي انه هي تدخل عن طريق الطعام والشراب الملوث قلنا، وبتدخل الى الليمفاتيكس الجهاز الليمفاوي، ومنها الى البلاد ستريم طيب دي ار كاريت باي بلاد تو ماني اورجانز. طبعا ما دام وصلت للدم فممكن من الدم بتروح الى العديد من الاورجانز انكلودينج انتستين، ومن ضمنها اللي هم الامعاء. طيب في الامعاء الاورجانيزم ملتبلاي في الانتستينال ليمفويد تيشو، في الانتستينال ليمفويد تيشو تتكاثر اند ار اكسكريتد ان ستولز، وتفرز من الانسان المصاب في برازه. طبعا هذا هو اللي بيسبب استكمال دورة الحياة، فهذا البراز إذا لم يعالج بطريقة بنية تحتية سليمة حيتم إصابة ناس آخرين من خلال الطعام والشراب الملوث ببقايا البراز الآدمي. After an incubation period من 10 إلى 14 يوم بعد الإصابة يظهر عندك السيمتومز اللي هي المذكورة أمامنا: فيفر، ماليز، هيد ايك، كونستيبيشن، براديكارديا والماليزيا. اذا بعد 14 14 يوم اللي هي انكوبيشن بيريود، احنا قلنا ايش يعني انكوبيشن بيريود، تظهر ان الاعراض اللي موجوده امامي الفيفر رايزز تو هاي بلاتو، اذا لم يعالج الامر وكانت الاصابه شديده تبدا تظهر اعراض الحمى الشديده، وبصير في انلارجمنت للليفر والسبين. هذا من ضمن السيمتومز. طيب المرض الثاني اللي حكينا، احنا قلنا ثلاث امراض اساسيه، المرض الثاني اللي هو بكتيريميا with focal lesions. طيب this is associated commonly with salmonella cholera suis but may be caused by any salmonella serotype. نفس الشيء، هذا المتهم الرئيسي، ولكن في بعض السبيشيز ممكن يسببها اللي هي بكتيريميا. هذه بتختلف قليلا عن البكتيريا الطائفي. قال لك following oral infection كله، لكن مصاب بالoral infection there is easily early there is early invasion of the bloodstream، بيتم الوصول الى bloodstream with possible focal lesions in lungs. مع وصولها الى bloodstream ممكن انه هي تصل الى lungs والbones
والبنجاتس بتعمل فوكال ليجن تقرحات محلية حسب وين هي وصلت. But intestinal manifestations are often absent. الإصابة الأمعاء هنا في هذه الحالة في هذه البكتيريا أو في هذه المرض بكون نادر أو قليل الحدوث intestinal manifestation. The blood culture are positive. وبالتالي إذا أنت عملت blood culture للناس المصابة بهذا الـ species هتلاقي blood culture positive لأنه الميكروب موجود في الدم. هذا النوع الثاني من المرض. النوع الثالث الانتيروكولايتس اللي هو الأكثر شيء شائع ومشهور في الإصابات السلمونيلا. The most common manifestation of salmonella infection. أكثر شيء مشهور اللي هو إصابة الأمعاء نفسها. السلمونيلا تايبونيوريا والسلمونيلا انتيرايتيس prominent هم أكثر species مشهورين بهذا النوع من الإصابة. But enterocolitis can be caused by any of the salmonella. كمان برضو الأنواع الأخرى ممكن أنها تشارك في هذه الإصابة. بقول لي 8 of 48 hours after ingestion of salmonella. إن فترة الحضانة من 8 ساعات إلى 48 ساعة يعني يومين. فترة حضانة قصيرة. الأعراض اللي موجودة هنا اللي هي الأعراض الأولية نوزيا, headache, vomiting, profuse diarrhea. فلوس دائرية إسهال شديد و few leukocytes in the stool, قليل من الليوكوسايتس في الستول. Low grade fever is common, مش كتير في حمى. Inflammatory lesions of small and large intestine are present. طبعا لأنه هو الإصابة في الانتستين فبنلاقي أنه في عندك lesions في small and large intestines. البكتيريميا is rare, ما فيش بكتيريميا هنا لأن سلوكها غير سلوك البكتيريا الأولانية من 2 إلى 4 except of immune deficient persons, وبلاقيها فقط عند الناس اللي إذا كان موجود عندهم مشاكل أساسا هم في جهاز المناعة. طيب بالنسبة للأيزوليشن عن culturing of salmonella عن شاجلة, إحنا ليش جبنا السلمونيلا والشاجلة هنا رغم إن إحنا ذكرنا الشاجلة في محاضرة سابقة لأنه المكان أو اللي أنت أو السامب اللي بتاخد منه العينة عشان تشوف المشكلة من إيش بالضبط هي نفس اللي هي نفس المكان اللي أنت بتاخد منه الشاجلة والسلمونيلا. عشان هيك أنت إذا ما بدك تعمل تشخيص للشاجلة بدك تاخد من البراز, وإذا بدك تعمل تشخيص للسلمونيلا بدك تاخد من البراز, وبالتالي الستول سامب بدك تتعامل معها على أساس إنه ممكن تكون شاجلة أو ممكن تكون سلمونيلا, لأنه إحنا قلنا في باسيلاري ديزنتري الشاجلة وما إلى ذلك. وبالتالي هنا بده يكون التعامل معهم متشابه ولكن بشرط انه كل واحد يبين لحالها. فهتلاقي انه الاوساط البكتيريه اللي انا بستخدمها لتشخيص السلمونيلا والشيجيلا متشابهه لكن لن تختلط الامور عليك لانه هذه ستظهر بشكل مختلف عن هذه, وبصير الامور هنا سهله لانه قلنا احنا اشتركوا مع بعض لانه احنا بناخذ ستول سامبل للاصابتين. بقول لي سامبل mainly contain low number of organisms especially stool sample for salmonella. تاخذ باعتبار انه الانسان المصاب بالسلمونيلا مش بالضروره تلاقي كميات كبيره من السلمونيلا بكتيريا موجوده في الستول, وبالتالي هذا بيصعب عمليه التشخيص. ليش؟ لانه الستول بطبيعته هو يحتوي على اعداد كبيره جدا جدا من البكتيريا ومن الوحيدات الخليه ومن الفطريات ايضا, وبالتالي انك انت تبحث عن السلمونيلا في هذا الازدحام الشديد هذا بيزيد من صعوبة تشخيص السلمونيلا في العينات البرازية. عشان هيك لازم قلنا انه يعني يتم التعامل معها بسبيشال واي, وحنقول احنا ايش هو المقصود بالسبيشال واي. طيب so the first step is increasing this number. الهدف اللي انا بسعى له انه لانه وجود عندي مشكلة وهي انه السلمونيلا بتكون بعدد قليل في البراز, العدد القليل هذا هو اللي عامل مشكله عند الانسان, ولكن قله عددها في البراز في الماده البرازيه خلاني انا اواجه صعوبه في ان اشخص السلمونيلا من خلال الازدحام الكبير في وحدات الخليه والبكتيريا والامور هذه. عشان هيك قال لك لازم في البدايه تعمل كلتشرنج اون سيلينايت افيبروث. سيلينايت افيبروث, طيب سيلينايت افيبروث از ان ريتشمنت اند سيلكتيف فور سلمونيلا عن شيجيلا. ميزة السلمونيلا افيبروث هو سيلكتيف وانريتشمنت في نفس الوقت. سيلكتيف انه لا تنمو عليه الا بكتيريا السلمونيلا والشيجيلا.
طيب انريتشمنت هو بيغذي السالمونيلا والشيجيلا. لاحظ ان انا قلت انريتشمنت وسليكتيف مش ديفرنشال، لانه انت على السيلينات افيكوت ما بتميزش ما بين الشيجيلا والسالمونيلا، انت بتحفز نموهم وتمنع نمو اللي هو ايش؟ نمو البكتيريا الاخرى. طب انا ليش بدي اسوي الكلام هذا او ليش انا بعمله؟ لان احنا قلنا المشكله عندك انه السالمونيلا بتكون عددها قليل، وبالتالي المفروض انها ما تكونش في البراز. طيب لو انا حطيتها في السيلينات افيكوت ولقيت انه عدد السالمونيلا كتير، بكون عندك اساسا في سلمونيلا، صح؟ مش نفس العدد اللي طلع في السلمات افروث، لكن اساسا كان موجود، وبالتالي حتى لو كان عددها قليل اساسا في البراز وبينت كثير عندك في السلمات افروث، لكن العدد الكبير في السلمات افروث بيقول لك انه في كان عدد من البكتيريا المحدود من السلمونيلا في الماده البرازيه، والاصل انه ما يكونش. السلمات افروث is used to increase the organism's number، وهذا الشيء اللي بيهمني. طب انا ليش بدي ازيد من عدد الاورجانيزمز اللي هو السالمونيلا في البراز؟ عشان اعرف اعزلها، عشان يصير عمليه عزلها سهله الي وتشخيصها، فهي لتسهيل عمليه عزل وتشخيص البكتيريا، عشان كده انا بدي ازود عددها. اثنين، ديكريز اور ديكلاين اول اذر نورمال فلوراز بريزنت ان ستول. فالهدف الثاني من السلمات افروت ان انا بدي امنع او على الاقل اقلل من الانواع الاخرى من البكتيريا الموجوده في البراز. كل هذا بيخدم ايش؟ بيخدم تسهيل عمليه عزل السالمونيلا في الماده البرازيه. طيب بعد انا ما بزودت عدد البكتيريا السالمونيلا او الشيجيلا في السلمايت افيكوت، بعد كده انا بنتقل الى الاوساط اللي هي الديفرنشال والسيلكتيف ميديا اللي هي بتساعدني في تشخيص السالمونيلا والشيجيلا، وبتقول لي ايش طبيعه الميكروب اللي عندك. في عندنا الوسط الثاني اللي بستخدمه بعد السلمات افيكوت اللي هو سالمونيلا شيجيلا اجار، او بسموه اس اجار. اس اس اجار السيلكتيف ميديا فور سالمونيلا اند شيجيلا. الاس اس اجار عليه مكونات تمنع جميع انواع البكتيريا من انها تنمو على الوسط هذا ما عدا السالمونيلا والشيجيلا. طيب ممتاز، يبقى هو سيلكتيف من ناحيه انه هو منع الانواع الاخرى وسمح بس او سمح فقط باللي هو السالمونيلا والشيجيلا سبيشيز. طيب after 18 hours sub culture from سلمات افيكوت is cultured on اس اس اجار. طبعا انا باخذ البكتيريا من سلمات افيكوت اللي المفروض يكون اذا كانت موجوده يكون عندي عدد كبير، وبزرعها على الاس اس اجار. طيب الموتيليتي والاتش تو اس برودكشن تيست از يوز ان ديفرنشيشن بين سلمونيلا والشيجيلا. احنا سلمونيلا قلنا موتايل والشيجيلا نون موتايل، هاي نمره واحد. اثنين، انتاج ال H2S دائما ال H2S بيظهر عندنا عن طريق اللي هو الكولونيز او الراسب الاسود اللي موجود في الكولونيز الناتج عن انتاج هيدروجين سلفايد او غاز الهيدروجين سلفايد من طرف السالمونيلا. الشيجيلا لا تنتج ال H2S، وبالتالي ظهور على الاس اس اجار ظهور كولونيز بلون اسود او مصحوبه او مصحوبه براسب اسود، هذا معناته في انتاج H2S، معناته الميكروب اللي عندك سالمونيلا وليس شيجيلا. هذا بيسهل عمليه اللي هو التفريق ما بينهما. طيب في عندنا ميكروب اخر، في عندنا ميديا اخر اللي هو كالتشرنج اون زيلوز لايزين ديوكسيكوليت. انت مش بالضروره تزرع هنا وهنا وهنا، هذه احنا بنجيب لك يعني احتمالات وبنجيب لك بدائل فيما لو هذا مش موجود هذا موجود. فيعني هذا المقصد من انه بنجيب الانواع المتعدده اللي هي بتساعدني على تشخيص السالمونيلا والشيجيلا بعد ما ازرع، بعد ما انا اضع البراز في السلنايت افتبرو. الاكس ال دي الاختصار اللي هو الزيلوز لايزين ديكسيكولير السلكتيف ميديا فور سالمونيلا، نفس القصه بيمنع الانواع الاخرى. طيب سب كلتشر من الاس من السلنايت افتبرو اولسو يعني بي كلتشر اون اكس ال دي، بزرع على الاكس ال دي. نفس المبدا، الكولونيز للسالمونيلا حطيتها معايا باللون الاسود هنا، الناتج برضو عن انتاج H2S. الشيجيلا لا تنتج غاز ال H2S، وبالتالي حطيتها عندي الشيجيلا باللون بينكش اور ريدش كلر، لكن السالمونيلا حتظهر عندي باللون الاسود الناتج عن انتاج ال H2S، وبالتالي هذا الوسط هو نفسه هذا الوسط اللي هو ال XLD اجار، لكن المنظر امامكم السالمونيلا تظهر بالطريقه اللي امامكم والشيجيلا تظهر بهذا المنظر،
وبالتالي يسهل على الفاحص انه يفرق ما بين التو جينرال. بعض اللي هنا في بعض الملاحظات بيقول لي at the same time of SF growth incubation or sample is also cultured from SSLR or XLD. بعض المختبرات بيقول لك انا بدي اختصر الوقت وازرع البراز على سلمات اف جروث وعلى SSLR او XLD بحيث انه اشوف لو كانت في عندي عدد كبير ممكن انا اختصر الوقت ويبين معايا، مش مشكله هذا يعني. ممكن انه انت تستفيد من الاس اف بروث انه انت تاخذ منها برضه على يعني اوساط بكتيريه اخرى، واحنا قلنا انه السلمات اف بروث اما بيمنع او يقلل من النمو، وبالتالي ممكن تلاقي انت بالك بكتيريا اخرى غير السلمونيلا والشيجيلا لكن بالنمو ضعيف ومضاعف مش كتير يعني، هتلاقي بانواع اخرى لكن اخرى لكن ممكن تلاقي انواع اخرى. السالمونيلا ار ريزيستنت تو سيرتين كيميكالز، هذه برضه من الاشياء اللي انت يعني بدك تكون عارف بنستخدمها في الاوساط البكتيريه اللي هي سيلكتيف للسالمونيلا، انه السالمونيلا ريزيستنس للبريليانت جرين والصوديوم تترا فيونيت والصوديوم ديوكسيكوليت. هذا ايش نستفيد من الكلام هذا؟ بنستفيد انه البكتيريا الانواع الاخرى يتم منعها بواسطه هذه المواد ولا يتم منع السالمونيلا، فهذا من ادوات التفريق برضو ما بين السالمونيلا والاذر انتيروبكتيريس. هذه المواد ذات انهبت اذر انتيريك بكتيريا، هذه المواد اللي هو البريليانت جرين والصوديوم تترا فيونيت والديوكسيكوليت بتمنع انواع اخرى من البكتيريا ولا تمنع السالمونيلا. Such compounds are therefore useful for inclusion in meat. عشان هيك انا بحط هذه المواد في الاوساط البكتيريه السلكتيف للسالمونيلا والشيجيلا، واحنا قلنا انه السبب انه بعض الاوساط البكتيريه هي سلكتيف للسالمونيلا انه انت ممكن تضيف الاشياء هذه اللي احنا ذكرناها. طيب عشان كده يعني هذا الجدول بيفرق ما بين السالمونيلا والشيجيلا في العديد من الخواص. فهنا بيقول لي بالنسبه للسامبل ممكن بالنسبه للسالمونيلا تاخذ عينه من الستول وعينه من اليورين وعينه من البلد ومن البايل ومن البص حسب نوع الاصابه اللي احنا ذكرناها من ثلاث امراض اللي احنا ذكرناها. لكن في الشيجيلا انت بس تاخذ عينه من الستول، وقلنا ان الشيجيلا لا يمكن انها تعمل اصابه يعني في اي مناطق اخرى غير الانتستين. الاتش تو اس برودكشن السالمونيلا بوزيتيف اللي هو بدي لون اسود للكولونيز، الشيجيلا ما بيعطيش ما بتنتجش اتش تو اس. على التريبل شوجر ايرون اذار السالمونيلا كي على ايه بوزيتيف ممكن يكون في غاز، الشيجيلا بس كي على ايه كي على ايه لانه اثنين هم من اللاكتوس المنتقل. الموتيليتي السالمونيلا موتايل الشيجيلا نون موتايل. الاندور فرمنتيشن السالمونيلا بوزيتيف الشيجيلا نيجاتيف. الستريت كولايزيشن السالمونيلا بوزيتيف الشيجيلا نيجاتيف. اليورياز تيست السالمونيلا نيجاتيف والشيجيلا ايضا نيجاتيف. هذا الجدول مهم في التفريق ما بين السالمونيلا والشيجيلا جينرال. هذا بما يخص اللي هو شابتر 4، وكده احنا بنكون خلصنا من شابتر 4 في ما يخص الانتيروبكتيرياسي. طبعا في بعض الجينرال احنا ما ذكرناهاش لضيق الوقت، فهنضطر ان احنا نخش على شابتر 5 ونتحدث عن السودومونس والاسيميتوباكتر. هذولا الشطر ملوش علاقه بالانتيروبكتيرياسي، هذه عائله مختلفه تماما عن الانتيروبكتيرياسي، وضروري جدا احنا يعني نذكرهم على اساس انه يعني نوقف المحاضرات عند هذول النوعين، ونكون احنا ان شاء الله كده بنكون انهينا اللي هو المساق هذا. حنركز على السودومونس في هذا الشطر لانه مش معقول نخلص يعني ما صار مساق اللي هو دايجنوستيك بكتيرولوجي واحنا ما درسناش السودومونس لاهميتها الطبيه. السودومونس والاسيميتوباكتر ار وايد ديستريبيوشن ان سويل اند ووتر، الاثنين هذول الجينرا موجودين في السويل والووتر. والسودومونس ايروجينوزا سام تايم كولونايز هيومن. السودومونس ايروجينوزا هذا باثوجينيك ميكروب لكن احيانا بيكون موجود الى الان الانسان. And is major human pathogen of the group. هو أهم species بيعمل مشاكل الإنسان اللي هو السودوموناس إيروجينوزا.
سيلوموناس ايروجينوزا از انفيزيف اند توكسيجينيك، يعني ممكن يكون يعمل امراض بسبب دخوله الى داخل جسم الانسان او ناتج عن الانتاج للسموم. It produces infection in patient with abnormal host defense. السيلوموناس ايروجينوزا غالبا بتعمل مشاكل للناس اللي عندهم مشكله في المناعه، سواء كانت مناعه natural immunity او الهيومر او الهيومرال immunity او السيلولر immunity. فعند الناس اللي مش عندهم مشاكل في المناعه غالبا هي ما تستطيع انها تعمل له مشاكل، فهي يعني تستفيد من ضعف المناعه في بعض الجوانب بتعمل مشاكل عويصه ومشاكل كبيره. And is an important nosocomial pathogen. بالنسبه للسالمونيلا السيلوموناس ايروجينوزا، لما انكشفوا عن وجود البكتيريا في المستشفيات واللي هي الريزيدنت في المقيمه في المستشفيات بشكل دائم، اللي احنا نسميها نوزوكوما انفكشن، وتسبب اصابه للمرضى اللي رايحين لاسباب اخرى غير الاصابه البكتيريه، فهم بيتم اصابتهم بالبكتيريا هذه اللي في المستشفى. اي بكتيريا تصيب المرضى في المستشفى بسبب اقامته في المستشفى لاكثر من 48 ساعه احنا بنسميها هذه نوزوكوما انفكشن. السيلوموناس ايروجينوزا من ضمن البكتيريا المشهوره في قصه النوزوكوميا انفكشن. طبعا النوزوكوميا انفكشن غالبا بتكون مشكلتها الاساسيه انه هي مالتي دراج ريزيستنس، وهذه مشكله كبيره بالنسبه لموضوع النوزوكوميا انفكشن. طيب بالنسبه للجروب التابع للسيلوموناس، في السيلوموناس بشكل عام كل السيلوموناس بشكل عام جرام نيجاتيف بروت هي موتاي اير بكروت وسام اوف ويتش برودوس ووتر سوليبل بيجمنت، بعض الاحيان تفرز بيجمنتس تذوب في الماء. السيلوموناس موجوده في السويل والووتر والبلانس والانيمال، يعني في الطبيعه منتشره وموجوده. اهم شيء انه انت هي اير بكروتس، هذا مهم جدا بالنسبه للتفريق ما بينها وبين الانتيروبكتيريس. احنا في الانتيروبكتيريس قلنا هي جرام نيجاتيف بروت، طيب السيلوموناس جرام نيجاتيف بروت، لكن عشان انا افرق ما بين السيلوموناس والانتيروبكتيريسي اول حاجه انا بسويها هي اوكسيديز تيست. اذا كانت اوكسيديز تيست نيجاتيف هي غالبا انتيروبكتيريسي، اذا كانت اوكسيديز تيست بوزيتيف هي غالبا سيلوموناس، لانه عمليه التشخيص اذا انا ما قدرتش ابدا بالاوكسيديز تيست حتكون التشخيص اللاحق متاهه ومش هتقدر انت تميز ما بينهم. فانت لما بيطلع عندك في الاصابه في مثلا اير ديستشارج او في اصابه في التهابات في البول وما الى ذلك، انت ابدا بالاوكسيديز تيست وتشوف هذا الفحص هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، بعدين تقرر انه انت وين تروح. فالاوكسيديز تيست مفصلي ومفترض طرق هو بوجهك لوين تروح، باتجاه الانتيروبكتيريس ولا باتجاه السيلوموناس. السيلوموناس ايروجينوزا از فريكوينتلي بريزنت ان سمول نمبر ان نورمال انتستين، غالبا بيكون عدد قليل في النورمال انتستين فلورا، and on the skin of the human and is the major pathogen of the group. طيب قلنا الكلام هذا. other pseudomonas frequently cause disease. حنركز على pseudomonas pseudomonas aeruginosa. هذا الaeruginosa is widely distributed in nature and is commonly present in moist environments in hospital. في المستشفيات بيكون موجود في الطبيعة، في المستشفيات إذا بلاقيها وين؟ في moist environment، في المناطق الرطبة، يعني في المغاسل، في الحمامات، في المناطق اللي فيها رطوبة بلاقي الإيروجينوزا يعني موجودة في المستشفيات، فبدك تدير بالك. It can colonize normal human in whom it is saprophytes، يعني بالنسبة للنورمال هيومن يعني مقصود مناطق طبيعية بتكون هي saprophytes، بتغذى على بقايا خلايا ميتة وما إلى ذلك. It causes disease in human with abnormal host defenses. Abnormal host غالب يعني هي بتسبب مشاكل للناس اللي عندهم مناعة مش قوية ومناعة يعني فيها مشاكل. طيب بالنسبة للتيبيكال اورجانيزم السودوموناس ايروجينوزا از موتايل اند رود شيب، قلنا الكلام هذا. جرام نيجاتيف برضه حكينا، اند اوكير از ممكن تكون موجودة كاز سنجل تلاقيها او بيرز او احيانا بتلاقيها شورت تشينز. بالنسبة للكلتشر اللي هي طبعا اوبليجيت ايروبيك، اوبليجيت ايروبيك هذه مهمة جدا الصفة، هي اوبليجيت ايروبيك هذيك الانتيروبكتيريسي كانت فاكالتيتيف ان ايروبيك، بتعيش في الهواء في الجو الهوائي او في وجود الاكسجين وفي غياب الاكسجين.
السودوموناس لا هي اوبليجاتوري ايروبيك، لا تستطيع العيش بدون اكسجين. الجروزري لالمانيا تايبس اوف كلتشر سام سترينز هيمولايز بلاد، هذه من ضمن الصفات اللي موجوده عندها. طيب بالنسبه للبيجمنتس، الموضوع البيجمنتس مهم جدا لانه بيساعدني كثير كثير في تشخيص اللي هو السبيشيز للسودوموناس. واحنا بنتكلم هنا عن السودوموناس اريجينوزا بيجمنتس بتخص الاريجينوزا، فمهم جدا انك انت تعرف البيجمنتس اللي بتفرزها هذه السترينز. فبقول لي ات فورمز سمول راند كولونيز ويذ فلوريسنت جرين كلر، فلوريسنت جرينش كلر يعني اللون اخضر فلوريسنت مضيء مشع، هذا بيبين معنا طبعا في الالترا فايولت لايت اكثر شيء. هذا النوع it is often produce non fluorescent bluish pigment بايوسيانين. في صبغه البايوسيانين هي non fluorescent، هي non fluorescent، ففي عندك صبغات fluorescent وفي صبغات non fluorescent which diffuse into agar، بتنتشر في الحقيقه تلاقيها منتشره بعيد عن الكولونيز، مش حوالين الكولونيز، بعيد عن الكولونيز، تنتشر في ايه في الأدار. طيب many strains also produce fluorescent pigment bioverdin، في كمان عندي fluorescent pigment bioverdin، في عندي bioverdin وفي عندي بايوسيانين. البايوسيانين non fluorescent، البايوفيردين fluorescent، وهذا بتديني greenish color في على الأدار. طيب some strains كل هذا تابع للايش؟ للإيروجينوزا. some strains produce dark red pigment bioverdin، هذا dark red pigment or black pigment biomelanin، ففي عندنا برضه هذول pigments. وفي عندنا other pseudomonas species do not produce biocyanin. ال other pseudomonas species اللي هو مش الاوريجينازا ما بتفرزش البيوسيانين، فهذا بيساعدك في التشخيص. الان في عندنا هنا النيوترنت اجار اللي هنا موجود عندي اللي هو بايروبين، وقلنا البايروبين اللي هي ايش؟ اللي هي دارك ريد بيجمنت، دارك ريد بيجمنت اهو ببين معنا. ولاحظ ان اللون الاحمر منتشر حتى في مناطق بعيده عن الكولونيز، وهذا بدليل على انه ينتشر في الاجار. طيب اللون الازرق اللي هنا اللي هو البايوسيانين، وقلنا البايوسيانين هنا نان فلوريسنت بلوش بيجمنت، بايوسيانين نان فلوريسنت بلوش بيجمنت. فبالتالي هنا هذه البايروبين والبايوسين، وايضا انت لو دققت في الصوره هتلاقي ان انت ايه انه الصبغتين هذول منتشرين في الاعضاء، وهذا بيساعد كثير كثير في التشخيص السودوموناس اريجينوزا خصوصا لما تكون انت عامل اكسيديز تيست. طيب بالنسبه للون الاخضر اللي هنا هتلاقي انه هنا في عندنا الفلورسنت جرينش كلر هنا في المنظر الامامي، وهنا تحت الالترا فايوليت الفلوريسنت، شوف هنا في هذه البكتيريا اللي هنا اللي على الشمال شيشا كولاي نمت على هذا الصحن. لاحظ هنا اللي هو الفلوريسنت بيجمنت مبينه واضحه تحت الالترا فايوليت لايت في المنظر اللي امامنا. فهذه بكتيريا شيشا كولاي طبعا لا تنتج هذه الاصباغ، وهذه تنتج الاصباغ بشكل فلوريسنت، بيظهر الفلوريسنت هنا تحت اللي هو الالترا فايوليت لايت. هذه يعني الاشكال اللي هو الاصباغ اللي بتنتجها سودوموناس اريجينوزا في الزراعه على الصحون الزراعيه العاديه. طيب الجروث كاركترستكس سودوموناس جرو ويل من 37 ل 42، هذا الرينج برضه بيساعد في التشخيص، وهذا عامل مهم جدا ان انت تتكلم عن 42. في بعض البكتيريا لا تستطيع العيش في هذه الحراره العاليه بالنسبه لها، لكن السودوموناس اريجينوزا تستطيع، وبقول لي اتس جروث على 42 helps differentiate it from other pseudomonas species. فالإيريجينوزا كونها ان هي تنمو على 42 هذا بيساعدني في التمييز بينها وبين اللي هو الانواع الاخرى من السودوموناس in the fluorescent group اللي هي ممكن تنتج اصباغ اخرى fluorescent group. فقصه ال 42 هذه بتساعدني كثير كثير بالاضافه الى اللي هو قصه الفلوريسنت بيجمنتس. بالنسبه للبايوكيميكال كاركترستكس ات از اوكسيديز بوزيتيف، مهم جدا هذا يعني انتبهوا له، اوكسيديز بوزيتيف اللي هو بيفرق ما بين تيروبكتيريسي وما بين السودوموناس. ات از مش بس الاوكسيديز بوزيتيف للايروجينوزا، لكل الجينس سودوموناس.
it does not ferment carbohydrate طبعا لانها هي oxidase positive فما تعملش fermentation خالص طبعا لانها هي oxidase positive but many strains oxidize glucose تستخدم او تستهلك او تستفيد من الكربوهيدرات بالoxidization وليس بالfermentation ليش؟ لانها هي oxidase positive هذه نقطة مهمة جدا. الكولينومورفولوجي نعتمد عليها في الاوكسيديز بوزيتيف والبريزنس اوف كاركترستيك بيجمنت والجروث ادنى هذا الملخص اللي هو تبع تشخيص اللي هو السيلوموناس وخصوصا السيلوموناس الجنوزا الكولينومورفولوجي شكل الكولوني والاوكسيديز بوزيتيفيتي والبريزنس اوف بيجمنت والنمو على درجه حراره 42. بالنسبه للفحص السيرولوجي للسيلوموناس في عندي البلاي extend from the cell surface and promote attachment to the host epithelial cells موجود عليها باللاي وهذا بنستخدمها باللاي كانتيجينيك ديتكشن للسيرولوجي تيست. الاكسو بوليساكرايد is responsible for mucoid colonies. الاكسو بوليساكرايد هو اللي هو بيعطي الشكل الميوكويد المخاطي للكولونيز seen in culture from patient with cystic fibrosis الناس اللي عندهم اصابه بالcystic fibrosis ولو انت اخذت منهم من المخاط تبعهم عينه وزرعتها هتلاقي الكولونيز الميوكويد كولونيز نتيجه وجود الاكسو بوليساكرايد. اللايبو بوليساكرايد از ريسبونسبل فور ماني اوف اندوتوكسيك واحنا حكينا عن اللايبو بوليساكرايد وقلنا انه موجود في الجرام نيجاتيف بكتيريا فهو اندوتوكسينز بروبارتيز لاورجانيزم طبعا اندوتوكسين. Most erogenosa isolate from clinical infection produce extra cellular enzyme and toxin include السيلوموناس ايروجينوزا بيطلع اكسترا سيلور انزيمز اللي هي توكسينز زي الاستيزيس والبروتيازيس والهيمولايسينز واحنا قبل كم شريحه قلنا انه بعض السترينز من السيلوموناس بتعمل بلاد هيموليسيس نتيجه وجود الهيمولايسينز. ماني سترينز اوف سيلوموناس ايروجينوزا برودوس ان اكزوتوكسين اي ويتش كوز تيشو نيكروزز اند از lethal for animal when injected in purified form يعني اذا كان انت الاكسوتوكسين A في تجارب او على الفئران عملت injection لبيوفايد A للبروفايد فورم للاكسوتوكسين A طبعا هذا هيكون جرعه قاتله لانه هو بيعمل تيشو نكروزس. الباثوجينيسيس Pseudomonas aeruginosa is pathogenic only when introduced into areas devoid of normal defense. في حالة بس في مشكلة في المنطقة اللي انت وصل اليها الميكروب في مشكلة في المناعة هو بيعمل مشكلة. هتقول طب كيف يعني هو بيعمل مشكلة في المنطقة اللي وصل اليها؟ في بعض الاجراءات زي الكاثيتير اللي هي القسطرة في البول لما بيسوي قسطرة للمريض دخول القسطرة نفسها في المجرى البولي بيهتك اللي هو طبقه الميوكوس ممبرين اللي هي المفروض تحمي الانسجه في المجرى البولي من التهابات البكتيريه فالقسطره نفسها بتهتك الجدار او الطبقه المخاطيه وهذا طبعا بيقلل من المناعه الطبيعيه تبعتها فاذا كان وجد اللي هو سيدوموناس اوريجينوزا تستغل هذا الهوار الناتج عن استخدام القسطره فبيتم عمل إصابة. فهي المقصود إنه هو المنطقة اللي وصل إلها بتكون فيها مناعتها ضعيفة. هنا بقول لي when mucous membranes and the skin are disrupted by direct tissue damage لما يكون في السكن أو في mucous membrane تم تعطيل أو إضعاف جهاز المناعة بأي أداة زي مثلا حروق في الجلد زي استخدام القسطرة هذه كلها اضعاف لمناعه المناعه في المناطق هذه فبالتالي بتستغل الاورجينوزا هذا الكلام. وين انترافينس اور يونري كاتيتير قسطره في الجول او اي منطقه ثانيه في الجهاز الهضمي نفس الشيء تهتك للميوكوس ممبرين. وين نيوتروبينيا از بريزنت اللي هو نقص في الخلايا النيوتروفيلز الموجوده وفي حالة الكانسر كيموثيرابي اللي هو الاستخدام العلاج الكيماوي في مرضى السرطان طبعا هذا بيعمل اضعاف لجهاز المناعه بشكل مش بسيط يعني. اللايبوبوليساكرايد بلاي دايركت رول ان كوزنج اللايبوبوليساكرايد هو المسؤول عن الفيفر والشوك وليجويوريا ليوكوسايتوزيس
ليوكوبينيا. يعني انت ممكن تلاحظ انه هنا المصطلحين مختلفين متناقضين، لكن هذا ممكن يحدث حسب الحاله المرضيه. ديسيمينيتد انتر فاسكولار كواجوليشن، انتشار للكلوتينج في مجرى الدم في مناطق مختلفه. ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، صعوبه في التنفس. وبقول لي هنا السيمونس اوجينوزا and other pseudomonas are resistant to many antimicrobial agents. وهذه ملاحظة يعني كثير من الناس بيشتروا في المختبرات، لو سألتهم حيقول لك انه السيمونس يعني معروف عنها ان هي مالتي دراج ريزيستنس سترينز، وهذه طبعا مشكلة كبيرة بيعانوا منها في العلاج. فهي عندها قابلية انها تطور مناعة للعديد من الانتيبيوتكس اللي نستخدمها ضد البكتيريا هذه. بالنسبة للسيدوموناس اوريجينوزا بروديوس انفكشن، لا وين انا المناطق الخطر اللي انا بلاقي فيها سيدوموناس اوريجينوزا؟ مناطق الوونت اللي هي الجروح والبيرز. ليش؟ احنا قلنا هذه مناطق اصبحت ضعيفة نتيجة الجروح والحروق، وبتستغلها الاوريجينوزا وتعمل اصابة. هتلاقي انه الصديد لونه بلو جرين بس، هذا ما يميز إصابة السيلوماناس عن باقي البكتيريا اللي بتعمل صديد في هذه المناطق. المنينجايتس when introduced by lumbar puncture، برضو استخدام الكاتيتير في المناطق التنفسية برضو بتعمل مشاكل. urinary tract infection حكينا ممكن تعمل mild otitis external in swimmers، الناس اللي السبيحة أو الناس اللي بتروح بتعوم في البحر كتير أو في البركة سباحة بتعمل مايلد اوتايتس اكسترنال ميديا. هذه يعني اصابات في الاذن كثير بتعرضوا لها. انفيزيف مالجنت اوتايتس اكسترنال ان دايابيتيك بيشنت، الناس اللي عندهم سكر بيكون بيسهل عليها البكتيريا انها تصيب اللي هي الاذن الخارجيه. ممكن السيلومونس تسبب مشاكل في العينين، وخصوصا برضه اذا تعرضت الاصابه العين which may lead to rapid destruction of the eye، اذا تمكنت من العين تعمل يعني عطل كبير فيها. occurs most commonly after injury or surgical procedure، برضه نفس القصه اذا تعرضت العين لسلوك اضعف من مناعتها. involvement of respiratory tract، ممكن في respiratory tract الاقيها especially from contaminated respirators، استخدام اجهزه تنفس ملوثه. result in necrotizing pneumonia والانفنت اور depleted persons اللي هو سيلمونس انفيد بلاد ستريم اند result in fatal sepsis. فهي يعني مش متخصصه لمكان معين في الجسم زي الشيجله، ولكن وين في مناطق ضعيفه في الجسم الانسان تستغلها وبتعمل مشاكل خطيره وبزيد من حدة هذه المشكلة اللي هي مالتي دراج ريزيستنس. بالنسبة للدياجنوستيك لابوراتوري تيست، بالنسبة للسبيسمنز عادي انت بتاخد سبيسمن فروم سكين ليجنز والبص يورين بلاد سبينال فلويد سبيوتا، يعني ما فيش وين في اصابة، انت بتعمل بتاخد السامبل تبعتك. اثر بكتيريا شود بي اوبتيند از انديكيتد باي ذا تايب اوف انفكشن، حسب نوع الاصابه، اصابه جلديه خذ من الجلد، اصابه بول خذ من البول، وهكذا. يعني هي القصه ما فيش يعني سبيسمن معين، انت حسب الحاله المرضيه اللي انت قدامك. بالنسبه للسمير جرام نيجاتيف رود اوفن سين ان سميرز، بالنسبه للسميرز اللي بتعمل اللي هو صباغه وبنشوف تحت الميكروسكوب الجرام رياكشن تبعها. وبقول هنا there are no specific morphological characteristics that differentiate pseudomonas in the specimen from enteric or other gram negative. تاخذ بعين الاعتبار ان انت لما تعمل جرام رياكشن مش هتلاقي في فرق في المورفولوجي بينها وبين انتيروبكتيريوسي. وبنرجع بنقول ايش الفرق، كويس انك انت تعمل جرام رياكشن وتقول انه انا اللي عندي جرام نيجاتيف بس اللاي، لكن لازم تعمل فحص اللي هو الاكسوديز تيست عشان تعرف ان انت الميكروب اللي امامك هو انتيروبكتيريوسي ولا سودوموناس. طيب بالنسبه للكالتشر، الكالتشر سبيسمنز ار بليتد اون بلاد ادار ومكونكي، سودوموناس جو ريدلي اون موست اوف ذيز ميديا، عادي بتنمو على الاوساط الطبيعيه. سودوموناس داز نوت فيرمنت لاكتوز، طبعا انه هي اكسدايزنج ايجنتس مش فيرمنتر، وايزي ديفرنشيت فروم لاكتوز فيرمنتنج بكتيريا.
طبعا كيف بدك تميزها بين اللاكتوز فرمنتا بكتيريا على المكونكي اجار؟ عن المكونكي اجار اللاكتوز فرمنتا بكتيريا حتبين لك اللي هو بين كولونيز، اما السيلوموناس لانها ما بتعملش لاكتوز فرمنتيشن فبدها تظهر عندك كولونيز شفافه، وهذا مهم جدا. كلتشر is the specific test for diagnosis of infection. الزراعة على الأوساط البكتيرية اللي احنا ذكرناها وإخراج البيجمنتس ودرجة الحرارة 42، هذه مهم جدا برضو في تشخيص البكتيريا، وهيك بيكون احنا يعني قدرنا ان نشخص السودوموناس، مش هنتغلب كتير في التفريق ما بينه وبين الانتيروبكتيريسي بالخواص اللي ذكرناها، والمفروض ان انت يعني ما يكونش في عندك اي مشكله في تشخيص تفريق ما بين الانتيروبكتيريسي والسودوموناس بالكلام اللي حكيناه وبالخواص على الميديات وبالبايكوميكال تيست، واهم شيء اللي هو الاوكسيديز تيست، تفريق ما بين الانتيروبكتيريسي والسودوموناس الخاصه بالدايجنوستيك باكتيريولوجي. هذه اخر محاضره ان شاء الله، يعني بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.